على بركة الله وحفظه. أيها الأخوة المتابعون جميعا، ينطلق شوط جديد في هذه اللحظات، ألا وهو الشوط الثامن الذي أعلنت انطلاقته من خلال هذه اللحظات، يحمل لنا تنافس القعدان. انطلاقة موفقة نتمناها للجميع مع هذه الأسماء والشعارات المنطلقة في هذا الشوط. نذهب للمركز الأول لنتابع بداية الانطلاق في هذه اللحظات. شاهين يأتينا على الصدارة والمقدمة حمود بن سهيل الحرسوسي، بينما التغيير الذي طرى وجرى من مخلاب عوض بن مهنا بن النوبي المحرمي الذي غير بدوره إلى المركز الأول. ناخذ المركز الثاني هناك على الزاوية الأخرى من الميدان، ياتينا شاهين محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي هنا على المركز الثاني. الثالث هنا نتابع شاهين حموده بن سهيل بن زفنه الحرسوسي قادما الى المركز الثالث. المركز الرابع هنا نتابع الوصول في هذه اللحظات من قبل شاهين سعيد بن عصري بن حب العامري على المركز الرابع. خامسا ياتينا علي شطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي، حيث ياتينا بهذا الاداء المتميز. الاسماء الاوائل، الاسماء المنطلقين، مصورنا يتجول من بين هذه الشعارات حتى الشعار الاخير، لهم منا صوره. ومن بعد ذلك نعود مجددا لكي نتابع المقدمة والصدارة بوجود مخلاب، سلالة مخلاب انتماء للاسم هنا على المركز الأول. يبدو أن من سلالة مخلاب حيث يتقدم إلى الصدارة عوض بن مهنا بن النوبي المحرمي على المركز الأول، بينما في المركز الثاني ملبي يأتينا بأول إذاعة، بأول نداء سعيد بن خلف بن الصغير القبيسي بمتابعة سالم بن راشد المدهوشي هنا في هذه اللحظات إلى المركز الثاني. المركز الثالث المحيط قادما بشعارك يا الشاعر محمد بن حمود بن ميرين الاكتبي، حيث ياتينا بهذا الاداء الجميل. حلوه المنافسه، زانت المنافسه عندما الشعارات بدات تغارب من بعضها للبعض، وهذا يشكل المنافسه القويه. ولكن الصداره تحمل لنا اسم مخلاب، شعارك يا ابن مهنا مسيطر على المقدمة، بن ميرين مع المركز الثاني ليقدم لنا المحيط. محمد بن حمود بن ميرين الاكتبي هنا ابو سيف بهذه الانطلاقة الجميلة. والثالث ياتينا هناك براق محمد بن خميس الخيلي هنا قادما مع براق في هذه اللحظات. ايضا الاسماء الاخرى القادمة، وهناك قادم شاهين معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي. الله، وصل شاهين، وصل 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 بشعار ابو منصور معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي هنا على المركز الثاني. ولكن الصدارة تحمل لنا انطلاقة مخلاب عوض بن مهنا المحرمي الذي يسيطر على المقدمة ال 500 متر الأخيرة، والصدارة مع مخلاب والمحاولات من شاهين هنا في هذه اللحظات. معالي علي بن سالم الكعبي، وهنا يصل في هذه اللحظات المحيط محمد بن حمود بن ميرين الاكتبي، سيبر محمد بن حمود بن ميرين الاكتبي. الله 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 الله، الصدارة مع شعارك يا ابن مهنا، يا ابن مهنا. أبناء المسعودي، أبناء المسعودي متواجدين بقوة على المركز الأول مع الصدارة والمقدمة. مخلاب عوض بن مهنا المحرمي، بن ميرين قادم مع المحيط، المحيط المحيط المحيط، وهنا الصدارة مع شاهين. ولا
لكن تهانينا الى عوض بن مهنا المحرمي على فوز مخلاب بالمركز الاول. المركز الثاني المحيط محمد بن حمود بن ميرين اكتبي المركز الثالث يذهب الى وجود وحضور. هناك الثالث المارد عبد الله بن حمد بن بهيان العامري. المركز الخامس هنا يذهب الى شاهين معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي على المركز الرابع عفوا بهذه الانطلاقه. 4:43 تهانينا لمالك مخلاب عوض بن مهنا بن النوبي المحرم.